كان يا مكان بقديم الزمان، كان في مجموعة من العصافير. كانوا هالعصافير ينتقلوا من محل لمحل تاني يفتشوا فيه على الأكل وعلى الدفا. كان في واحد من هالعصافير كانوا مسمينه أبو الأفكار، لأنه دايماً يقول لهم أنا بفكر أنه لازم نعمل هيك، أنا بعتقد أنه الأفضل لو منعمل هيك. فقد ما هو بيحكي وبيعطي أفكار سموه أبو الأفكار. بيوم من الأيام أبو الأفكار قال لهم يا عمي شوفوا هالمحل اللي إحنا فيه، شوفوا الأكل شو حلو، شوفوا النهر قديش حلو، طيب والطقس هون دافي على طول، ليش ما منبقى هون؟ قالوا له يا أبو الأفكار ما نحنا منفتش على الأكل، لما نخلص الأكل اللي هون كيف بصير بدنا ناكل حتى لو الطقس حلو؟ قال لهم بسيطة بسيطة، منزرع الغابة. أبو الأفكار لا 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 بطل عنده أفكار، وكيف نحن عصافير بدنا نزرع الغابة؟ نحن عصافير، بحياتك سمعت عن عصفور بيزرع الغابة؟ ما في ما في. أبو الأفكار اللي عم نحن كتير كتار وقوتنا بوحدتنا، مجموعة بعصافير بتشيل الحجار، ومجموعة بتنكش الأرض، ومجموعة بتحط البذر، ومجموعة بتجيب المي، ومجموعة بتهتم، وهيك منقدر نزرع. فكروا العصافير بحكي أبو الأفكار معه حق، منجرب وما منخسر. وفعلاً اتقسموا لمجموعات وبلشوا شغل 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 ليل نهار ليل نهار ليل نهار. وبعد مرور فترة من الوقت هيدي الغابة محل ما كان ما في شي مزروع طلع نباتات هالقد علوة. فرحوا كتير، طقس حلو وأكل ونهر. بس فرحتهم ما كملت، لأنه بعد كم يوم بسمعوا صوت دوب بيجي الفيل. الفيل أبو خرطوم، خرطوم طويل وحجمه ضخم كتير. بيجي إيه؟ كيف صار هون مزروع؟ قالوا له العصافير نحن زرعنا. بس أنا بدي روح أشرب مي. يا حضرة الفيل، يا فخامة الفيل، لو سمحت إذا مرقت من هون بتدمر لنا اللي زرعناه، لف اللفة بس بروم من هونيك. شو 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 أنا الفيل أبو خرطوم بدكن لف اللفة؟ لا لا لا. توب 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 قطع، ومحل ما قطع نزع كل الأرض، شرب مي وفل. تجمعوا العصافير، طب شو بدنا نعمل؟ خرب محل ما زرعنا هيك. أبو الأفكار قال لهم لازم نلاقي حل لهالفيل، وإلا حيعت كتير رح يتعبنا. بك يا أبو الأفكار نحن عصافير بدك كان نوقف وش فيل؟ خلص منرجع منزرع. وفعلا ليل نهار ليل نهار رجعوا زرعوا كل اللي تدمر. فرحتهم ما تمت، لأنه بيرجعوا بيسمعوا دوب 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 دوب. مين إجا؟ الفيل. رجع الفيل. رجعت زرعته وأنا عطشان. لو سمحت من بعد أمرك يا فيل، يا كبير يا حلو يا مهضوم، لف اللفة وشرب، نحن عم نتعب وإحنا عم نزرع. شو 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 أنا الفيل أبو خرطوم بدكن إبروم البرمة؟ راح داعس على كل الأرض، رجع خربها كلها، شرب مي وفل. أبو الأفكار قال لهم يا عمي يا عمي اسمعوا مني، لازم نوقف بوجه الفيل، قوتنا بوحدتنا. قالوا لك يا عمي عصافير نحن. قال طب شو عندكم حل تاني؟ نط واحد من العصافير قال لهم أنا بقترح إنه نفل على غابة تانية. قال لهم طب وبركي بالغابة التانية رحنا وزرعناها واهتمينا فيها وطلع لنا فيل جديد. منرجع منزرع مرة تانية، وبركي زرعنا مرة تانية ورجع دمر لنا الزرعات. منزرع مرة تالتة، يا عمي خلص ومش حل هيدا.
طب انت شو عندك افكار يعني؟ قال له اسمعوا مني وما بتندموا. طار ابو الافكار ورجع بعد ساعة معه ورقة شجر موز كبير كبيرة وضفدع. قال له ها حنوقف بوج الفيل. له يا ابو الافكار بدك يانا نوقف بوج فيل وانت معك ضفدع وورقة شجرة موز؟ قال له لا، هذا ملك الضفادع. لا حليتها، ملك الضفادع يعني اذا ملك ضفادع بتفرق القصة. قال له اسمعوا خطتي. وخبرهم شو بدهم يعملوا. انبسطوا بالخطة وزرعوا ورجعوا الأرض. لما طلعت وبعد كم يوم دب 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 اجى الفيل. وقف أبو الأفكار وقال له يا حضرة الفيل، من بعد إذنك لآخر مرة بنطلب منك ما تقطع بأرض هاي لحتى تدمر لنا الزرعات. لف اللفة. شو 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 أنا الفيل أبو خرطوم لف اللفة؟ على اجره بده يدعس ولا بصفي صفرة قوية أو الأفكار وبينزلوا مجموعة كبيرة من العصافير حاملين ورقة شجرة الموز بغطوا فيه عيونه. مجموعة تانية بصيروا بلفوا 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 بغمضوا له عيونه. ما عم شوف وبيطلع ملك الضفادع ومعه كل الضفادع وبصيروا وق 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 يه يه المي من هون. هن يمشوا وهو يلحقهم، هن يمشوا وهو يلحقهم، بعدوا عن الأرض اللي زرعوها العصافير ووصل النهر. قرب الفيل من النهر وقرب بده يشرب وقع بالنهر، والنهر جرفوا لمحل بعيد كتير كتير عن العصافير. وهيك قرروا العصافير يحطوا أبو الأفكار ملك عليهم لأنه ساعدهم وأنقذهم، وفكرته كانت سبب أنه يكون عندهم محل يعيشوا فيه فرحانين مبسوطين وشبعانين. وتوتي توتي خلصت لحد توتي.